أطلق معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية المؤسسة الإقليمية المتخصصة في مجال التعليم المصرفي والمالي منصة إنسايت، وهي أول منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في التعليم المصرفي والمالي في الشرق الأوسط، وتأتي ضمن فئة البرامج التعليمية خارج الفصول الدراسية، وتهدف لتطوير كفاءة الكوادر الوطنية في الدولة من خلال صقل مهاراتهم وتطوير مستقبلهم المهني عبر بيئة إلكترونية تفاعلية تتيح لهم فرصا وظيفية أفضل في القطاع المالي والمصرفي. ويمكن للمتخصصين والمتدربين في القطاع المصرفي والمالي حاليا الوصول المجاني إلى نظام المنصة الأساسي، والذي يقدم ما يقارب 100 دورة تدريبية حتى الآن، كما يمكنهم الحصول على شهادات إتمام الدورات التعليمية إلكترونيا. وفي تصريح مرئي لأخبار الدار، أكد سعادة جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أهمية إطلاق منصة إنسايت التعليمية الإلكترونية المتخصصة في التعليم المصرفي والمالي في الشرق الأوسط في تطوير كفاءة الكوادر الوطنية ومستقبلهم المهني. في البداية أشكر تلفزيون الشارجة على هذا اللقاء، وإذا كانت هناك كلمة حقيقة أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، اللي فعلا خلال الأزمة أصرت على أن التعليم لا يقف ولا يتوقف. واليوم نحن باقي أسبوع عن التعليم أو عن العام الدراسي 2019-2020، والحمد لله أثبت التعليم في الإمارات نجاح عملية التعليم عن بعد. ودائما الله يحفظ قيادتنا الرشيدة يتكلمون عن الإنسان والمستقبل، وأن الاستثمار في الإنسان أفضل طريقة لبناء المستقبل. الحمد لله اليوم إحنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص نحن في معهد الإمارات للدراسات المصرفية، أطلقنا منصة تعليمية جديدة متخصصة فقط للتعليم المصرفي والمالي بدولة الإمارات. هذه أطلقنا عليها منصة يسمونها إنسايت، وهي أطلقناها بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في الدولة وفي الخارج أيضا. أطلقنا حوالي 100 دورة تدريبية كلها أونلاين، ونأمل أن في 2021 يعني نكون حوالي 400 برنامج يكونون على هذه المنصة. المنصة هذه هي منصة الواحد يقدر يتعلم فيها 24 hours أي مكان شئت، يعني ما توقف إذا كانت هناك أزمة أو شيء، هي عملية مستمرة. هي اليوم نتكلم عن الجيل الرابع اللي الكل يتكلم بلغة التكنولوجيا ولغة الاتصال ولغة الخدمات الذكية. هي رؤية عصرية صراحة تحاكي المستقبل، وبالذات في التعليم المصرفي المستقبل. هذه المنصة تهدف إلى العاملين في القطاع المصرفي إنهم أيضا تدعمهم في التعلم، وخاصة في المراحل اللي نحن واجهناها في الشهور الماضية. وهي أيضا بتكون موجهة للشباب، الجيل الشاب المواطن اللي فعلا نحاول نستقطبه وندربه خلال بيئة تعليم إلكترونية تفاعلية. الصراحة إن هي تتيح للمواطن أو للمواطنين الشباب للتحقق بالعمل المصرفي والمالي في الدولة. المنصة هذه تتكلم عن كل التكنولوجيا الجديدة اللي حصلت في القطاع المصرفي من حيث الفنتك، من حيث الديجيتاليزيشن، الخدمات المصرفية للشركات، الامتثال، مكافحة غسيل الأموال، المخاطر، الخزينة. كل هذه البرامج وضعناها على هذه المنصة. اليوم نتكلم عن أطلقناها قبل يمكن تقريبا حوالي 3 أسابيع. اليوم نشاهد حوالي 3822 شاب وشابة تواصلوا معنا كيف يسجلون على هذه المنصة. الحمد لله التعليم في دولة الإمارات بقيادة وتوجيهات رشيدة من حكامنا، أقدر أقول لك نحن الحمد لله بخير، ودائما نحاكي المستقبل بأي وسيلة موجودة في التعليم.